وعن اللقاء الأمريكي الروسي المرتقب. معنا دكتور سمير أيوب المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الروسي، برحب بك يا فندم. أهلا بكم، صباح الخير لكم. صباح النور. أهمية هذا اللقاء ونقاط الالتقاء ما بين الرئيسين حتى الآن؟ يعني يبدو أن هذا اللقاء أو أنه قد حان الوقت لاحتواء التدهور في العلاقات بين روسيا والولايات المتحدة الأمريكية باعتبارهما أكبر دولتين نوويتين في العالم، خاصة أيضا أنه لديهما مصالح عديدة في كل أنحاء العالم وعلى الساحة الدولية. لذلك أعتقد أن يعني رغم أن هذا اللقاء يحصل على أرض محايدة، وهذا يدل على أن الدولتين لا تزالان يعني متباعدتين عن بعضهما البعض في العلاقات الجيدة، هذا ولكن انعقاد هذا اللقاء يعبر عن الرغبة من الطرفين في يعني إن لم يكن إنهاء الصراع في وقف التدهور في العلاقات بين الدولتين. والمعروف يعني أن التدهور في العلاقات بينهما كان نتيجة للصراع على النفوذ في العالم، وخاصة محاولة واشنطن إزاحة روسيا عن لعب أي دور مؤثر على الساحة الدولية، وأيضا كان لها نتائج أخرى يعني نتيجة للصراع الداخلي في الولايات المتحدة الأمريكية، وخاصة بعد مجيء ترامب والذي اتهم في السابق بأنه يعني جاء نتيجة دعم روسي له، مما يعني قيد كل ما كان يريده تحسين العلاقات مع روسيا خوفا من اتهامه بالتعامل معها. ولاحظنا أنه وجهت له اتهامات أيضا وكأنها الخيانة العظمى ضده. لذلك هذا اللقاء المرتقب يعني الذي يحدث الآن هو محاولة من الطرفين لوقف التوتر في العالم، ليس فقط في العلاقات بين الدولتين، لأن التوتر في العلاقات بين الدولتين ينعكس في صراعات جانبية في مختلف دول العالم، وهذا ما لاحظناه في العديد من المناطق والنقاط الساخنة، وكان آخرها أوكرانيا، والذي كان يهدد هذا الصراع يعني في هذه المنطقة كان يهدد بصراع مباشر. صحيح. لأي مدى بالفعل هناك تعويل على هذا اللقاء المرتقب لكسر الجليد لإزالة التوتر ما بين البلدين زي ما حضرتك ذكرت، وأيضا الذي ينعكس بشكل أو بآخر على دول العالم ودول المنطقة وعلى النقاط الساخنة؟ يعني من الصادق لأوانه الانتظار الكثير من هذا اللقاء، يعني كل ما يمكن إيجابي يعني أن يقوم في هذا اللقاء هو كما قلت وقف التدهور ومحاولة إيجاد سبيل لحل المشاكل العالقة في كل هذه النقاط الساخنة، وخاصة يعني نلاحظ أن الولايات المتحدة الأمريكية يبدو أنها بدأت تقتنع بأن فرض العقوبات على روسيا ومحاولة يعني عزلها اقتصاديا وفي مجال الطاقة عن أوروبا لم يجدي نفعا. نعم لم يجدي نفعا، وهذا في اعتراف بايدن بأنه لا يمكن وقف يعني الشمالي والذي هو خط أنابيب الغاز الروسي إلى أوروبا. أيضا يعني لعب روسيا دور أساسي في حل النزاعات الإقليمية والدولية، أيضا لم تستطع الولايات المتحدة تحييده، وهذا ما حصل في روسيا. لذلك يعني أعتقد أن الطرفين وصلا إلى اقتناع أن الولايات المتحدة الأمريكية غير مستعدة للدخول بنزاع مباشر مع روسيا من أجل أوكرانيا، وأيضا روسيا غير مستعدة يعني نزاع عسكري مع الولايات المتحدة الأمريكية لحل بعض المشاكل إن كان في روسيا أو حتى في مناطق أخرى. لذلك يبدو الاقتناع الدولتين بأن هذا اللقاء يمكن أن يكون السبيل لحل المشاكل ووضع النقاط المشتركة والمفيدة للدولتين في البداية، والنقاط المختلف عليها يمكن حلها. نعم، من ضمن النقاط المشتركة وكما ذكر البيان أنه من المتوقع أن يكون في تعاون ما بين الدولتين فيما يتعلق طبعا بمكافحة فيروس كورونا، آليات التعاون فيما يتعلق بهذا الإطار، وهو إطار يعني مهم، جائحة عالمية، ويعني التعاون فيها أيضا سينعكس على العلاقات السياسية بشكل أو بآخر. هذا صحيح، لأن يعني النقاط الأخرى أيضا المتفق عليها هي يمكن أن تساهم، ولكن بما أن جائحة كورونا اجتاحت العالم بأكمله، فروسيا منذ بداية هذه الجائحة كانت تطالب كل دول العالم بعدم استغلال السياسي لهذه الجائحة
ومحاولة العمل بشكل مشترك من أجل اكتشاف أي لقاحات تساعد على الحد منها. هذا كانت تعارضه الولايات المتحدة الأمريكية وتعارضه العديد من دول العالم، وخاصة أنه تم تسييسه ضد الصين، واتهمت الصين والتي هي حليف لروسيا وهي من ضمن يعني العدو الاستراتيجي للولايات المتحدة الأمريكية مع روسيا. هذا يعكس أن الولايات المتحدة الأمريكية كان همها الاستعادة سياسيا أكثر من مواجهة هذه الجائحة. ولكن بعد الخسائر الكبيرة في يعني في الوفيات في الولايات المتحدة الأمريكية وتجميد وانكماش الاقتصاد الأمريكي، يبدو أيضا هذا أيضا ساهم في التعجيل في هذه القمة ومحاولة يعني اعتماد الولايات المتحدة الأمريكية سياسة جديدة أخرى في العالم يمكن أن تساعد يعني أن لا توتر العلاقات مع روسيا وتساعد نعم. في حل النزاع. وصلت الفكرة دكتور سمير أيوب المحلل السياسي والمتخصص في الشأن الروسي، شكرا لك.